مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي اليمني السيد محمد الأحمدي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، تطورات ميدانية وتقدم لقوة الشرعية في أبيان وعدن ولحج، إلى ماذا ترجع هذا السقوط السريع لقوات الحزام الأمني؟ مساء الخير لك والمشاهدين. في الحقيقة هذا السقوط الدراماتيكي لميليشيا المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا يؤكد مرة أخرى أن المشاريع الصغيرة، مشاريع التمزيق والتفتيت والتقسيم، غير قابلة للحياة. المشروع الطائفي الحوثي المدعوم إماراتيا في الشمال، المدعوم إيرانيا في الشمال، غير قابل للحياة وهو في طريقه إلى السقوط أيضا. وكذلك المشروع الإماراتي، مشروع التقسيم والتمزيق في جنوب اليمن، أيضا في طريقه إلى السقوط تماما. أيضا ثمة إرادة شعبية قوية للالتفاف حول مشروع الدولة اليمنية، المشروع الذي يحمي الأمن القومي العربي ويواجه كل المخاطر والتحديات المحدقة بالمنطقة، خصوصا المشروع الإيراني تحديدا. للأسف الشديد ظلت مناطق الجنوبية مسرحا للتشكيلات العسكرية المسلحة الموازية لمؤسسات الدولة. هذا الأمر قوض من قدرة الدولة اليمنية والشرعية في معركة الوجود مع المشروع الإيراني المتمثل بالميليشيا الحوثية في الشمال طيلة هذه السنوات الماضية. الآن أعتقد أن الفرصة مواتية تماما لاستئناف عملية تحرير اليمن من قبضة الميليشيا الحوثية. لكن في مقابل ما تفضلت به، المجلس الانتقالي لا يعترف بانتصارات قوات الحكومة الشرعية، بما تفسر هذا التكذيب أو النكران إذا صح وصفه؟ أعتقد أن المعركة محسومة. ما يحصل الآن هو جيوب لميليشيا المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. قوات الجيش على مشارف العاصمة المؤقتة عدن لم تدخل بعد إلى داخل الأحياء، وكان هناك انتفاضة من شباب المقاومة داخل أحياء أو بعض أحياء العاصمة المؤقتة عدن. نعرف أنه على مدى هذه السنوات عملت الإمارات على دعم تشكيلات عسكرية موازية للدولة اليمنية ودعمتها بسخاء، ولا يزال هناك ترسانة أسلحة موجودة. وفي الحقيقة الحكومة الشرعية تعطي مساحة أوسع للحوار ولإمكانية عودة عناصر هذه القوات الخارجة عن النظام والمتمردة إلى جادة الصواب والتسليم بالشرعية، لأنه في الحقيقة لا خيار أمام اليمنيين سوى مؤسسات الدولة والشرعية اليمنية. وبالتالي أعتقد أنه إن لم تستجب هذه القوات وقياداتها لصوت الحكمة والعقل، فإن قوات الجيش الحكومي قادرة على حل. وهذا يقودنا إلى سؤال حول اعتقادك أنه بعد السيطرة على العاصمة المؤقتة، هل يمكن أن تعود الحكومة والرئيس إلى قصر معاشيق؟ يفترض أن تعود الحكومة كاملة بما في ذلك مؤسسة الرئاسة ومجلسي النواب والشورى وقيادات الأحزاب السياسية إلى العاصمة المؤقتة عدن. أمام الحكومة في الحقيقة تحديات كبيرة في تطبيع الأوضاع وفي من أيضا أي عمليات انتقامية ضد الآخرين، وإتاحة الفرصة للجميع للانخراط في عملية في العملية السياسية، ومن ثم أيضا استئناف عملية النضال الوطني في مواجهة المشروع الكارثي المتمثل في المشروع الحوثي الإيراني في الشمال. وهي المعركة الحقيقية أمام اليمنيين. للأسف الشديد أخطاء التحالف العربي وسوء إدارة المناطق المحررة هو الذي أعاق عملية الحسم ضد المشروع الإيراني. طيب، التقدم نحو عدن سبقه انتصار لقوات الشرعية بمساندة قبائل شبوة، إلى أي مدى يعد ذلك بداية النهاية للقوات الانقلابية؟ كما قلت قبل قليل، هذا المشروع، المشروع مناطقي، مشروع القوات المدعومة من أو التابعة للمجلس الانتقالي، هي لا تمثل إرادة الشعب اليمني في الجنوب، ولكنها تمثل للأسف إرادة الإمارات تحديدا التي أرادت تمرير مشروع التقسيم من أجل الاستحواذ على ميناء عدن وعلى الجزر والموانئ اليمنية، ومحاولة فرض نظام شمولي في المناطق الجنوبية من خلال مشروع التقسيم. لكن اليمنيين رفضوا بالفعل هذا المشروع، وشهدنا سقوط المشروع في شبوة
وفي أبيان، والآن في طريقه للسقوط أيضا في العاصمة المؤقتة عدن، لأن هذه مشاريع غير قابل للحياة، مشاريع عدمية تماما. اليمنيون يتوقون لمشروع الدولة اليمنية، مشروع المواطنة المتساوية وسيادة القانون، مشروع الدولة الاتحادية الذي توافقوا نعم عليه. نعم، يعني هناك حديث عن خطة أمريكية لوقف الحرب في اليمن وتسوية النزاعات، إلى أي مدى ترى أن تقدم الحكومة الشرعية في اليمن هو جزء من هذه الخطة؟ أعتقد أنه ما يتعلق بالتسريبات الأخيرة التي تتحدث عن خطة أمريكية لإطلاق حوارات مع جماعة الحوثيين بإشراك السعودية، بالنسبة لليمنيين هم يحاربون من أجل السلام في الحقيقة، وهم خاضوا جولات حوار مع ميليشيا الحوثية سواء قبل انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 عندما كان هناك مؤتمر للحوار الوطني، أو حتى بعد الانقلاب أيضا خاض اليمنيون وممثلهم الشرعية وقيادات الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية حوارات طويلة برعاية مبعوثي الأمم المتحدة إلى اليمن، لكن الميليشيا الحوثية ليس قرارها بيدها، هي مجرد أداة للمشروع الإيراني، وهي في الحقيقة تخدم هذا المشروع ولا يهمها مسألة المصير اليمنيين، ولا تتمتع بأي شعور بالمسؤولية الإنسانية والسياسية والأخلاقية تجاه المعاناة التي سببتها هذه الميليشيا بحروبها على اليمنيين. السيد محمد الأحمدي الصحفي والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك.